Assalamualaikum, apa khabar semua? Bila dengar RPU buat hadrah ni, teringat Habib Asasi buat hadrah Nasimul Was. Jom kita tengok. ومستعد إن شاء الله لمن يريد أن يشرح أن يستفسر أو أن يعرف شيئا عن هذا الاسم. وفقني الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه وأعاننا جميعا على ذكره وتقواه. الله 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 نسيم الوصل منبع للنادى جنات وعاد
Yeah.